مشاهدينا الكرام، بشأن هذا التقرير الذي أصدره المرصد الأورومتوسطي حول النازحين، معنا هاتفيا من عمان الباحث القانوني في المرصد عمر العجلوني. مرحبا بكم. إذا وثقتم أستاذ عمر في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى للنازحين العراقيين في مخيمات النزوح. كيف بدأت أوضاع النازحين في تلك المخيمات؟ مرحبا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. في الحقيقة فإن أوضاع النازحين في المخيمات أكثر من مأساوية، يعني فهم يعيشون حياة ملؤها الضنك والمرض وانتظار الموت صفة دائمة. فعلاوة على وجودهم في خيم متهالكة لا تقيهم قر الصيف ولا برد الشتاء، فهم يعانون من نقص حاد في الأدوية بمختلف أنواعها، ولا يوجد لديهم رعاية صحية حتى بالحد الأدنى. وإن توفرت هذه الرعاية خارج المخيم فهي تكون بأثمان باهظة لا يقدرون على دفعها نظرا لعدم تمكنهم من العمل. وكما أن المعونات الغذائية التي تقدم لهم في بعض الأحيان تكون قليلة جدا، وكثيرا ما تكون المواد الغذائية المقدمة لهم منتهية الصلاحية وفق ما أخبرنا النازحون بذلك. وأيضا يعاني أطفال النازحين من شبح الأمية، حيث لا يوجد كادر تدريسي كافي لحصولهم على تعليم مقبول، هذا بالإضافة إلى افتقار الصفوف المدرسية لأبسط المقومات مثل المقاعد الدراسية وعدم مقدرة الأهل على توفير أدوات الطرقية لأطفالهم. إلى ما ترجع يعني أسباب وجذور هذه الأوضاع التي وصفتموها بالمأساوية، ما أسبابها؟ قبل أن نتحدث عن الأسباب لو سمحت لي أضيف نقطة، أن كل ما تحدثت به هو فقط للنازحين في المخيمات الرسمية. أما النازحين في المخيمات العشوائية فهم لا توجد لديهم أصلا خدمات حتى نصفها المتردية. فيما يتعلق بسبب هذا الوضع، يعني التقاعس الحكومي، يعني لا يمكن أن نتحدث عن تقاعس حكومي، الوصف الأدق له هو إهمال مفرط لوضع هؤلاء النازحين، وتجاوز واضح للتشريعات الوطنية العراقية والتشريعات الدولية التي تكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لهم. ومن المستهجن حقيقة أن الحكومة الجديدة برئاسة وزير حقوق الإنسان الأسبق السيد محمد شياع السوداني لم تتخذ أي إجراءات لوقف معاناتهم وإعادتهم إلى بيوتهم التي فروا منها نتيجة أعمال مسلحة ضد تنظيم داعش، بل على العكس نشهد ترديا مضطربا لأوضاعهم. يعني إذا أفهم من كلامك أن هذا التقاعس الحكومي متعمد. في المقابل كيف تقرأ تصريحات وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة بغداد؟ صرحت أكثر من مرة برغبة الحكومة بإغلاق هذه المخيمات. يعني لا نستطيع الجزم بأن هذا التقاعس متعمد أو غير متعمد، ولكن من الواضح أن هنالك إهمالا متزايد بيدا عابرا حتى للحكومات. أما فيما يتعلق بالرغبة بإغلاق المخيمات، يعني فالنازحون هم أول من يطالب بذلك، فلا أحد منهم يريد أن يمضي بقية حياته منتظرا الموت في أي لحظة نتيجة لوضع الإنسان السيء. وللأسف شهدنا يعني حتى حالات وفاة لنازحين نتيجة الظروف المأساوية خاصة في فصل الشتاء. ولكن المهم هو كيف تتم عملية إعادة النازحين. المطلوب هو إعادة تأهيل منازلهم التي إما تهدمت بشكل كلي أو جزئي، والأهم هو توفير الحماية لهم في مناطقهم، لا أن يكونوا عرضة للهجمات المسلحة في أي وقت. وكذلك أيضا إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية لمناطقهم مثل الماء والكهرباء. في الجانب الصحي أيضا، في ظل هذا الوضع الصحي المتردي للنازحين في هذه المخيمات، يعني ألا توجد استطاعة لتوفير مستلزمات طبية ضرورية، فرق طبية لإغاثة النازحين من الأمراض التي باتت تفتك بهم هناك؟ يعني يعد نقص الأدوية والمعدات الطبية والكوادر الطبية المؤهلة هو وجه المعاناة الأبرز للنازحين. يعني فهم وحسب المناشدات التي وصلتنا منهم فإن الأدوية المتوفرة في المخيمات شحيحة جدا ولا تلبي أبدا احتياجاتهم، فحتى الأدوية البسيطة مثل المسكنات لا توجد بصفة دائمة. هذا علاوة على أن أدوية الأمراض المزمنة شبه معدومة في كثير من الأوقات. وحسب ما نقل لنا النازحون فإن تزويد الأدوية للمخيمات قل كثيرا عن الفترات السابقة حتى وإن كان بالأصل هو شحيح. وأيضا يعني يلاحظ في هذا الأمر أن النازحين وإدارة المخيمات تركوا وحدهم ليواجهوا مصيرهم، حيث أن إدارة المخيمات تخاطب السلطات الرسمية مرارا لتزويد المخيمات الأدوية ولكن لا تجد استجابة لذلك.
يعني إذا كانت الحكومة لا توفر الأدوية الضرورية أو الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للنازحين في تلك المخيمات، أليس الأجدر بها أن توفر مثلا على الأقل بدائل مالية بسيطة لكي يتمكنوا من الحصول على العلاج خارج هذه المخيمات؟ للأسف يعني فحتى هذا الأمر لا توفره الحكومة، وهذا مما يفاقم من معاناة النازحين، إذ أنهم لا يملكون القدرات المالية للعلاج خارج المخيمات. يعني حتى في ظل تعاون إدارات المخيمات معهم في الخروج من المخيمات، فهم لا يستطيعون أن يقوموا بتكاليف ذلك العلاج خارج المخيم، لأنهم لا يستطيعون العمل، ومن يستطيع العمل منهم داخل المخيم فلذلك يكون بمهن يعني وأعمال بسيطة جدا ولا فترات متقطعة بمقابل زهيد جدا، يعني لا يتجاوز دولارين في اليوم الواحد. إذن شكرا جزيلا لك، هاتفيا من عمان البحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي السيد عمر العجلوني.